ويليان انطلاقة، ادي اللمسة ومحاولة تمريرة حلوة قوي الى مراتا يا ولد بيدرو، الصناعة اسبانية انطلاقة بيدرو وادي لمسة من مراتا، هدف الاول يا ولد يا ولد يا ولد. جانب اللاعب المميز جدا مراتا وسيس فابريجاس هو من يسجل هنا في هذه اللقطة وفي هذه اللحظة الهدف الأول لفريق نادي تشيلسي. ولسه الكرة ايه زحمة، زحمة ايفرتون، زحمة يا دنيا زحمة ونادي ايفرتون. كرة على طول ملعوبة، ادي الخطورة من موزيس سريع واستلام من جانب بيدرو يا ولد يا ولد يا ولد. ادي امامنا هنا ساندرو، عدى حلو قوي بيدرو يا ولد يا ولد، على مع هدوء الاداء في فريق نادي تشيلسي لكن يقظه في الكرات العاليه. وادي امامنا هنا التسديده ترجع مره ثانيه ليتون بينز، تحرك من جانب سيجورسون، ضغط من جانب ايفرتون في هذه اللحظات والضربه الراسيه. ادي امامنا فرصه لينون، لينون يا على فرصه، وادي التسديده